رجعنا من جديد. ادي الفراخ، بصوا الجبنه بتبقى سايحه والصوص تحتها فظيع، هي بس سخنه اهو شايفين، عشان كده بقول لكم الشريحه تبقى سميكه نوعا عن الفراخ البانيه العاديه. بسم الله اهو كده، اهو اتحط جنب المكرونه، ورشه زعتر بسيطه على الفراخ وعلى المكرونه. يا سلام، مية مية، شايفين حلاوة؟ اهي تشيكن ميلانيز، بصوا طرية الفراخ، طرية وفي الفرن بتسيبيها من 5 لـ 8 دقايق على ما الجبنة تسيح والفراخ تاخد زيادة في السوى علشان تضمني ان هي استوت معاكي. اوكي اهي المكرونة، صوص المكرونة لما بينزل في الزبدة اللي انا حمرت فيها الفراخ بيدي فليفر فظيعة. خلاص دي التشيكن ميلانيز، هنشيلها بقى على جنب اهو، وهنعمل السلطة النهاردة. برضو سلطة النهاردة شكلها حلو وطعمها حلو، احنا مدلعين كبار النهاردة. النهاردة سلطة فرنساوي فرنش بالفراخ، مقاديري نص كابوتشية، ربع كرنب احمر، جزرة مبشورة، خيارتين مبشورين، الخيار ببشره ذرة، فاصوليا حمراء، مايونيز وزبادي، كاتشب، هوت صوص، صدر فرخة أو فيليهات الفراخ صوابع، نشا ودقيق، حبيتين بطاطس مبشورين. البطاطس المبشورة بتبقى متحمرة أهي، بتنقعوها في مية ربع ساعة لنص ساعة، وبعدين بتصريها من مية كويس جدا وبنحمرها، بتبقى بصوا مقرمشة اهي. دي بطاطس بننقعها بمية فيها ملح. خلاص هاجي دلوقتي اعمل السلطة بتاعتي، انا هعملها فين الطبق، بسم الله. بصوا الكرنب والخس هرش عليهم رشة ملح بسيطة بسيطة عشان يطروا، وانا معتمده هنا على تنسيق الالوان في السلطه. هعمل الصوص بتاعي مايونيز مع الزبادي اهو، وهحط عليه عصير الليمون، وهعمل الصوص الثاني من كاتشب والهوت صوص على بعض اهو، كاتشب مع الهوت صوص، وهنا هقلب المايونيز اللي مع الزبادي. خلينا نهدي النار هنا، وعصير الليمون، بس لازم يبقى خفيف يعني لازم يتضرب كده علشان يبقى الصوص سايل. وبعدين الصوص ده انا هحطه بكيس، اي كيس عندك الصوص ده في كيس وده في كيس، عشان اوريكم انا هحطه بعد كده ازاي عليهم. خلاص ادي الصوصات بتاعتي، هاجي هنا بقيت عصير الليمون هحطه على الفراخ، صدر الفرخه اللي انا مقطعاه شرايح، واحط عليه ملح وفلفل، ادي فلفل اسود كتير شويه كده، وادي الملح. ايوه ميرسي يا احمد، حط لي دول معلش في كيس وكيس حطهم. ادي الفراخ تبلناها بعصير ليمون وملح وفلفل بس مش اكتر، وبعد كده هجيب طبق هحط فيه الدقيق والنشا، هقلبهم، والفراخ بتاعتي هغلفها بالدقيق والنشا اهي. هكون مجهزه الزيت عشان احمر الفراخ دي، بس المهم ان انا اغلفها كويس علشان تبقى كلها متغلفه ومقرمشه. بجهز كل الحاجه بتاعتي، هاجي هنا علشان اهو الزيت عايز يسخن سنة صغيرة،
مقاديري كلها جاهزة قدامي علشان أرتب ال أهو أدي الزيت، هحط فيه الفراخ عشان تقرمش. طبعا لازم نهزها من الدقيق عشان الدقيق زياده ينزل قبل ما احطها في الزيت. ما اخدش يعني ما اخدهاش كده على الزيت، لا لازم اهزها ينزل الدقيق الزياده واسيبها تتحمر وارجع للسلطه. اي حاجه لمست بيها الفراخ نيه لازم اغيرها او اغسل ايديا لو انا في البيت ما بستعملش اي جلوفز ولا اي حاجه، لازم اغسل ايديا علشان ما تستهونوش بالسالمونيلا. احنا ابتدينا الجو يحرر فنبتدي بقى ناخد بالنا كويس قوي ان ايه النظافه. هجيب طبق، انا هعملها في طبق ازاز غويط، ممكن في بوله ازاز، اي بايركس عندك، اي حاجه فيها تبين التفاصيل. هاجي هحط الكرنب اول حاجه اللي انا حاطه عليه ملح، بعد كده هحط الخس، بعد كده هحط الجزر، طبعا حاولي ان ايه تجيبي على الحرف كده علشان تبان الالوان تبان. هاجي فاصوليا الحمراء، بصوا الالوان بتاعتها بقى تحفه، عايزه اقول لكم جميله جدا اهو. هحط الخيار والذره، الخيار هاجي الخيار اهو اهو، ميه الخيار دي خلوها ما ترموهاش، هنحطها اهي، الذره ميه الذره طبعا لا اهو كده، بصوا اهو باين، عايزه ابين الذره من الجنب علشان يعني حتى بصي وانتوا بترفعوا الحاجه على الجنب هتلاقوا الوسط اوطى شويه، مش مشكله احنا هنعمل في النص حواليكوا هنعمل ايه. اجي عايزه ابص على الفراخ، الفراخ عايزاها لونها ذهبي لسه ما استوتش. بقلبها النار وسط عشان الفراخ تستوي، تبقى مستويه ما تاخدش لون. بس هاجي بقى هحط الصوص على الوش، احنا حطيناه بالكيس علشان اعرف اتحكم. بصوا انا عايزاه ينزل كده، هو الكيس انضف لي فاهمين، علشان هخلي شويه صغيرين للاخر، وهنا نفس الكلام الزبادي والمايونيز وعصير الليمون. اوكي لا خلينا نحط شويه، ان فيها كتير نحط شويه كمان عشان اللي هيجي يغرف يطلع معاه من الدريسنج بتاع السلطه. هاجي بقى نبص على الفراخ اهي، دخلت في السوا ابتدت تاخد لون
خدوا بالكم كمان النشا ما بيخليش لونها، يعني بيخليها مقرمشه بس ما بيخليش لونها ذهبي قوي زي ما تبقى من غير النشا. هاجي بقى هنا البطاطس، هخلي شويه عشان لسه هحط الفراخ وهحط الصوص. شايفين بقى حلاوه الالوان اهو عشان تبان. هطلع الفراخ بتاعتي، طبعا انتوا لو استنيتوا عليها دقيقتين كمان بس عشان وقت الحلقه بحيث تبقى ذهبي اكتر، بس هي كده مستوت خلاص. وزي ما قلت لكم النشا بيغيب انها تحمر، يعني بياخد وقت النشا اكتر من البقسماط في ان هي تحمر. هشيل بس الزيت عشان ما يتحرقش، وهجيب القرمه بس بتاعتي علشان اقطع الفراخ قطع كبيره، يعني مش هحطها كده، هعمل كل واحده ثلاثه تشانكي كده يعني. ايوه، وعايزاها يعني مش قطع حاده علشان يبقى شكلها كده كانها مشعوسه او ملخبطه اهي كده كده. اوكي، بعدين هاجي احط الفراخ فوق البطاطس، شايفين الحلاوه اهو اهو، وشويه بطاطس و شويه صوص كده وشويه صوص احمر. لو عندك بقى بقدونس، كزبره، اي حاجه خضراء اهي على الوش. ايه رايكم بقى؟ جميله جميله وشيك وسهله وما فيهاش حاجه، وحاجه على سفرتك حلوه. هروح بقى دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوني.